في كنيستنا فكرنا إيش رسالة العيد لإلنا ومعنى العيد لإلنا، وأيضاً إنه نعطي رسالة من بيت لحم أرض الميلاد لكل العالم. وشفنا في هاي المغارة تعبير عن معنى العيد، ميلاد يسوع مع المتألمين، تضامن يسوع مع كل إنسان مظلوم. وقلنا في الكنيسة إنه لو كان المسيح سيولد اليوم فهو سيولد في غزة تحت الأنقاض، ونشوف صورة يسوع في كل طفل تحت الأنقاض في غزة. فهي رسالة تضامن مع أهلنا في غزة، وتعبير عن معنى عيد الميلاد أن الله يتضامن مع المتألمين والمظلومين.